أطلس، فيلم خيال علمي وأكشن ومغامرات، إنتاج 2024، مدة الفيلم ساعتين، يصلح للمشاهدات العائلية، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: يتبع قصة أطلس والتي تنطلق في مهمة للقبض على روبوت متمرد يجمعها ماضي غامض معه، وبمرور الوقت تكتشف أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب يكمن في إنهاء الجنس البشري. العنوان العريض للفيلم: إبهار بصري مع سيناريو غير مقنع. السيناريو والحوار: يعاني السيناريو من ضعف في البناء، الحبكة متوقعة ومتكررة مع تطور الأحداث بشكل سطحي، يفتقر السيناريو إلى المفاجآت والتقلبات المثيرة للاهتمام. تركز الحبكة على الصراع بين البشر والذكاء الاصطناعي، هو موضوع شائع في أفلام الخيال العلمي، ومع ذلك فإن السيناريو يفشل في تقديم أي نظرة جديدة أو عميقة لهذا الموضوع. تبدو الشخصيات نمطية والدوافع غير مقنعة والحلول بسيطة للغاية. يفشل السيناريو في تقديم أي رسائل أو رمزية مثيرة للتفكير، يركز على الصراع الخارجي بين البشر والذكاء الاصطناعي دون استكشاف أي تعقيدات داخلية، يفتقر إلى أي أفكار فلسفية أو أخلاقية مثيرة للجدل، مما يجعله غير مقنع. الحوار مباشر ولا يقدم أي رؤى عميقة حول الشخصيات أو القصة. الإخراج والتصوير والإضاءة: يقدم المخرج رؤية تقليدية لأفلام الخيال العلمي، تركيزه الأساسي على خلق مشاهد أكشن مثيرة بصريا دون الاهتمام بتطوير الشخصيات والقصة. يفتقر الإخراج إلى أي لمسة إبداعية أو أسلوب مميز، مما يجعل الفيلم يبدو مألوفا وغير مبتكر. يظهر ديكوباج المخرج مهارة تقنية في تكوين اللقطات وتصويرها، ومع ذلك فإن التركيز المفرط على المشاهد المبهرة بصريا يغفل عن تعزيز الحبكة. يبدو أن المخرج يهتم أكثر بالمظهر على حساب المضمون. المشاهد مبهرة بصريا وتسلسلات الحركة منفذة بشكل جيد. التصوير يستخدم تقنيات حديثة لخلق مشاهد مبهرة بصريا. تستخدم الكاميرات ذات الإطار الكامل لالتقاط صور واسعة النطاق، وتستخدم تقنيات التصوير بالسرعة العالية لالتقاط مشاهد الحركة بوضوح. يظهر مدير التصوير مهارة في استخدام تقنيات التصوير المختلفة لخلق تأثيرات بصرية جذابة. تستخدم أنواع مختلفة من العدسات لخلق تأثيرات بصرية مختلفة، حيث تستخدم العدسات ذات الزوايا الواسعة لخلق شعور بالمساحة، بينما تستخدم العدسات المقربة لتركيز انتباه المشاهد على تفاصيل معينة. تلعب الإضاءة دورا هاما في خلق الجو العام ولتعزيز المشاعر والأفكار في الفيلم، حيث تستخدم الإضاءة الخافتة لخلق شعور بالغموض والتشويق، بينما تستخدم الإضاءة الساطعة لخلق شعور بالإثارة والتشويق. المونتاج سلس وإيقاع متوازن ويسهل من فهم الأحداث. الموسيقى تساهم في تعزيز المشاعر والأفكار في الفيلم وتساعد على خلق شعور بالإثارة والتشويق، تساهم أيضا في خلق جو مقنع للعالم الخيالي بالفيلم. الجرافيك والمؤثرات البصرية: يستخدم الجرافيك لإنشاء مجموعة متنوعة من العناصر، بما في ذلك بدلات الذكاء الاصطناعي والمناظر الطبيعية المستقبلية ومشاهد الحركة. يتميز الجرافيك بجودة عالية وواقعية ويساعد على خلق عالم خيالي مقنع. تستخدم المؤثرات البصرية لدمج الجرافيك مع اللقطات الحية بشكل سلس. الممثلين: على الرغم من جاذبية لوبيز وأدائها القوي، إلا أن الفيلم لا يقدم لها الكثير للعمل معه. يبدو تطوير الشخصية سطحيا ويقدم طاق الممثلين المساعدين أداء متوازنا. يتفاعل الممثلون بشكل جيد مع بعضهم البعض، يظهرون قدرة على العمل معا لخلق مشاهد مقنعة. يساهم التفاعل الجيد بين الممثلين بتعزيز ديناميكية الشخصيات. تخيل عالما مستقبليا حيث تغلبت فيه التكنولوجيا على البشرية وتهدد حرب الذكاء الاصطناعي بانهيار الحضارة. في وسط هذه الفوضى تظهر أطلس، محللة لامعة تحمل على عاتقها عبء الماضي، تطاردها ذكرى والدتها وتجبر على مواجهة مخاوفها عندما ينبثق تهديد جديد يهدد البشرية. هل سينجح الفيلم في إثارة المشاعر؟ الفيلم به رسومات مبهرة، ولكن هناك ضعف في القصة والشخصيات. السيناريو متوقع ويعتمد على الكليشيهات والأفكار غير الأصلية. على الرغم من جاذبية لوبيز وأدائها القوي، إلا أن الفيلم لا يقدم لها الكثير للعمل معه. موضوع الفيلم هو العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي، فرصة ضائعة لا يتعمق بشكل كافي في هذا الموضوع المعقد، ويقتصر ببساطة على سردية ثنائية الخير مقابل الشر. هل يستحق الفيلم المشاهدة؟ يعتمد ذلك على ما تبحث عنه في الفيلم. إذا كنت تبحث عن فيلم أكشن خيال علمي ممتع بصريا، فقد يقدم الفيلم بعض الترفيه، لكن إذا كنت تبحث عن الأصالة أو الشخصيات المقنعة أو استكشاف مثير للتفكير للذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل أن تصاب بخيبة أمل. تقييم للفيلم هو 6/10.